السلام عليكم. قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب السابق أدخل حزب تقدم بدوامة مفاجئة صدرت على أثرها مجموعة من القرارات، أهمها سحب ممثليهم في السلطة التنفيذية والتشريعية. أما الحلبوسي فما يزال يمارس عمله بوصفه رئيسا لمجلس النواب خلال لقائه مع رئيس الوزراء وممثلة الأمم المتحدة، وما صدر بعدها من بيانات بصفته رئيسا للمجلس. وهذا ما دعا بعض خصومه إلى التوجه إلى المحاكم لرفع دعاوى انتحال صفة بعد دعوة التزوير ودعوة الشراكة مع الشركة الأمريكية التي تضم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يهود باراك. فمن أين تأتي الدعاوى للحلبوسي وهي تتوالى تداعا؟ وهل سينفع الضغط السياسي الذي يمارسه تقدم بالانسحاب من العملية السياسية، أم أنهم بذلك يفتحون المجال لمنافسين يتربصون الفرصة من أجل الانقضاض على الزعامة التي انتهت بقرار واحد من المحكمة الاتحادية؟ أرحب بكم من جديد، وأرحب بضيوفي الأستاذ مؤيد الجحيشي سياسي المستقل، والأستاذ أنور العلواني عضو حزب تقدم، والأستاذ كامل الكناني الكاتب والإعلامي. حياكم الله ضيوف الكرام، أهلا وسهلا بكم. مرحبا، حياك الله. شنو اللي وصل الحلبوسي لهذه المرحلة؟ يعني بداية تحياتي لكم. حياك الله. ولضيوف قناة الأيام الكرام، وألف ألف تحية للقضاء العراقي البطل الذي طالما شاهدنا منه مثل هكذا مواقف ومثل هكذا قرارات. يعني عيب احنا دولة عمرها 4000 سنة اخترعت القانون بمسلة حمارابي واحنا ما يظل عندنا قانون. شنو رئيس برلمان، شنو رئيس وزراء، شنو رئيس جمهورية، شنو برلماني، شنو وزير، اللي يخطأ ويمس أمن الدولة ومس سيادة الدولة تفوت على السجن. أما عملية قرار الاتحادية بالحلبوسي كان جناية، والقرار واضح بتهمة التزوير، والدستور أو القانون الداخلي أو قانون المحكمة الاتحادية من ضمنه توفى، مرض، أصبح مختل عقليا مثلا، ومن ضمن الجنايات زين يرتكب جنايه، فعادي يطلع رئيس الجمهوريه رئيس البلد. تذكر وقت اللي كان المرحوم جلال الطلباني بالمستشفى، تذكرها هم انعقدت جلسه وهم، وبعدين دخلت الاحزاب قالت حفاظا على سمعه الرئيس جلال الطلباني ونضاله، فالى ان اعلنوا وفاته ثم اختارينا. تذكر تمام. هسه شنو اللي وصل الحلبوسي الى هذه المرحله؟ شوف، هي ما بدت من الدورة الأولى. هو آخر سنتين من ذيك الدورة مو كان رئيس برلمان. هي ما بدت من هناك، هي بدت من رئاسة هذه الدورة. بالبداية خلي يسمع الشعب العراقي كله، وهذا أنا مؤيد الجحيش تحمل مسؤوليته. اختيار رئيس البرلمان أو رئيس مجلس النواب العراقي كان في دبي. في دبي؟ في دبي. محمد الحلبوسي اختاروه بدبي؟ اختاروه بدبي وأصروا عليه بدبي، وكان أكو اثنين البدلاء ماله. لا لا، من اختاره بدبي؟ يعني بدبي كمكان، لو دبي كحكومة، لا لا، لو دبي كسياسيين، كحكومة يعني حكومة الإمارات. نعم، وكان جالس اسمه هذا بالمخابرات أبيدحان مو أردوغان، المخابرات التركي. التركي اللي حاليا هو وزير خارجي، هو هذا. ايه؟ هو كان جالس بالجلسة. شنو علاقته بالموضوع؟ خليش اقول لك، من ضمن الاثنين اللي راحوا بدي اختاروهم، وثالثهم الحلبوسي. انا على اتصال معه. يعني هسه شنو علاقه الموضوع؟ شنو حتى لا احد يقول والله هذا اختلاق، ما اعرف. لا انا على تواصل، اثنين راحوا اختيار زين، والحلبوسي راح كبديل، يعني يختاروا واحد من هذول الثلاثه. واحد من هذول كان على اتصال معي، قال هسه راح نطبع اجتماع، طلع من الاجتماع يشرب سيجاره، قال لي صار فلاش، واختاره للحلبوسي.
اللي اختاره اصروا على لا بس 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 اسمح لي اللي اختاره منه يعني الحكومه الاماراتيه والتركيه لو شنو ايه الحكومه شنو علاقه الاتراك بالامارات بالعلوسي رئاسه البرلمان التركي والامارات من اول رئاسه برلمان تذكر الحزب الاسلامي مين مدعوم الحزب الاسلامي اول رئيس برلمان العراق مين زين ما بعد 2003 منه مو كان حاكم الحسني حزب هذا حزب الاسلامي تركيا اختارت ومشي هذا المنوال ليش ما تجي على موضوع حكينا على موضوع عصام النجيفي شلون اختاروه وسيطرتهم على الموصل واثيل النجيفي تركيا 100% والامارات تلحق وراهم هاي هذا جانا رئيس برلمان جاء رئيس برلمان طلق علينا فرعون طاغيه طرزان علينا والله ايش ماني مدعوم وكل ما يسوي شيء وما حد يقدر عليه وعنده ذباب الكتروني وهالمليارات ولا تعال اقول لك علاش عوف عندنا فساد وعوف الفلوس فرهود بالدولة العراقية رئيس برلمان أربع قصور بس ببغداد كل قصر بخمسة مليون دولار ما عدا اللي بالمنطقة الخضراء يقولوا مكلف 18-19 مليون اللي بصف السفارة الأمريكية هذا كل الحلبوسي لا عاد لأبويا زين هذا مرات بالبرلمان قبل خمس سنين مو حكينا على تغذية مال القرطاسية مال البرلمان أنا وأنت كنت بغير قناة ايه. لا خلي اذكر هذه خلي يسمعون كل سنه تتاخر بها الموازنه وتتاخر بها اموال الناس ومستحقات الناس ترى كان بسبب الحلبوسي ليش لان كان يريد يحسب مو موازنه مكتب او رئاسه مجلس الوزراء تعرف كم مكتبكم وش قد موظفين طبعا يراد الموازنه وسفريات ونثريات ونفسه رئيس الجمهوريه هو انت برلمان قاعد بالعراق انت شغلك هذول البرلمانيين تشتبع بهم ويروحون عليهم تمام انت تريد موازنه تتخصص وموجوده تتخصص لمكتبه لرئاسه البرلمان مثل ما يتخصص للجمهوريه ورئاسه الوزراء زين ايش عندك برلمانيين رواتبهم مو من عندك ما من البرلمان ايش عندك مو ذكرت لك قرطاسيه مال البرلمان مال السنه 40 مليون دولار ما تتذكرها وينك القرطاس يعني قلم وورقه ايفر مال 327 برلماني خلي وياهم 200 موظف بالبناية مال زين هاي ليش يتحمل الحلبوسي هو اللي مسوي هو يخبطها لعد منو يخبطها منو يقدر يمد ايده عليها هو بيده تنصرف هو يخبطها هو يصرف بيده لعد منو يخبطها لعد هاي مليون دولار تمين يلا مين عنده عقود البرلمان عنده عقود زين لو عنده مناقصات كل شيء ما عنده تمام خلي نعطي المجال للاستاذ انور العلواني بسم الله الرحمن الرحيم بدا تحيه لك تحياتي برنامج وكل مشاهدي قناه الايام الكرام وللسيد مؤيد أجمل ما في شعار حزب تقدم ذكرتني بي جنابك أو عدة دخول نحن أمة ونحن أمة إن كانت أمة إسلامية على سبيل المثال فهي أمة الدليل ما ذكره السيد مؤيد بعضه آراء والآراء مكفولة قانونا ودستورا وآراء محترمة وأنا أحترمه جدا وبعضها اتهامات الاتهامات واجبة الرد قانونا فيما يخص انعقاد جلسة في دبي واختيار رئيس برلمان محمد الحلبوسي هذا ان تم فالموجودين اللي صوتوا على محمد الحلبوسي كافة الكتل بما فيهم الإطار التنسيقي والكتل المنضوية في البرلمان كلهم شركاء في هذه إن كان الكلام صحيح وهذا الأمر قطعا غير صحيح محمد الحلبوسي جاء بالتصويت الناخبين وتم التصويت إليه واختاروه من قبل 40,000 نائب تمام. وكانت الكتلة الفائزة حصلت على 40,000 ناخب انتخب وكان أعلى الأصوات ثاني أعلى الأصوات في العراق تمام. هذا لم يأتي من فراغ ثاني أمر اختيار 14 نائب من كتلة محمد الحلبوسي وهي تقدم في داخل الأنبار أيضا هذا لم يأتي من فراغ تم اختيار والدليل خروج الحشود آلاف الحشود بوقفة تضامنية اليوم من قبل شيوخ العشائر ومن الشباب ومن الشباب الواعي ومن الكثير من حتى من النساء أكبر دليل أنه متمسكين بالسيد الحلبوسي وأحب أن أتطرق بما أني أنا محامي وقانوني أتكلم على قرار المحكمة الاتحادية وبشكل مختصر لا نستطيع ذكر المواد والقانون الداخلي أو النظام الداخلي المحكمة الاتحادية ولكن الكل محترم قرارات المحكمة الاتحادية والكل وأنا جزء من العائلة القانونية ومن ضمن القضاء الواقف التحفظ على قرار المحكمة الاتحادية
البعض يظن أن القرارات القضائية قرآن منزل، ليست قرآن منزل، القرارات القضائية قابلة للتعديل وقابلة للطعون فيما يخص المحاكم المدنية والمحاكم الجزائية أستاذ محمد. وهذا رأيت من خلال المواقع التواصل، من خلال اللقاءات التي خرج بها محللين سياسيين ونواب وتكلموا على هذا القرار، وأن هذا القرار بات أحب أن أنوه التعديل القوانين والعدول عن القانون في المحكمة الاتحادية جائز وموجود في داخل النظام الداخلي، وحدث الأمر والكل يعلم عدلت المحكمة، فقط المحكمة الاتحادية إذا عدلت عن قرارها هو هذا الحل الوحيد بأسباب بأسباب فيما يخص السيد يعني فيما يخص السيد بس نعم. استاذ انور يعني هسه المحكمه الاتحاديه تطلع لنا النوب وتقول لنا محمد الحلبوسي ما مزور واحنا غلطانين بتقديم الادله والبراهين وخير دليل ان السيد الحلبوسي لم يعرض الى قاضي تحقيق مختص لإصدار قرار هل كان محمد الحلبوسي مزور للوثيقة أم لا، وهذا يثبت بطريقة واحدة. بس حضروا عنه محامين ووكلين عنه. أنا أتكلم عن مضمون التزوير زين. كيف نثبت للمحكمة الاتحادية أنه هذا المستند مزور؟ يثبت التزوير من خلال الفحص في الأدلة الجنائية والأقسام المختصة والكل يعلم بها والمضاهات، وحتى لدى الأجهزة والأقسام المختصة يعني يكتشفون عمر الحبر الموجود على هذه الورق. كيف يخرج النائب وكيف يغادر أو كيف تعفي المحكمة الاتحادية عضو مجلس النواب غير هذه الأربعة؟ لا يتم ولا يحق لأي محكمة أن تعفي رئيس مجلس النواب أو عضو مجلس النواب إلا بالحالات الأربعة، وهي الموت أو الاستقالة أو مرض عضال يصيب هذا أو الحكم بجناية مكتسبة لدرجة البتات. تمام. لا يوجد أي حكم أخيراً طبقت. لا لم تنطبق. لم يعرض لم تعرض الوثائق على قاضي مختص من قبل محكمة التحقيق زين. ليتم أخذ القرار البتات هذا من جهة. سيدي العزيز نحن الآن في يعني في مفترق طرق. القضية ليست القضية قضية السيد الحلبوسي، بالإمكان حزب تقدم والمحافظات السنية التي خرج منها 70 بالإمكان أن تأتي بالبديل عن الحلبوسي، ولكن الخطوات الاستباقية وسرعة والتفاجؤ. أنا في اللقاء البارحة كان معي أحد المحامين من فريق الدفاع ليث يقول نحن أيضا مستغربين من صدور القرار فيما يخص الحلبوسي، لأن أصل الدعوة هي بالبت برجوع ليث من عدمه، هذا كان الأمر، لم يكن الأمر فيما خص بعدين القرار قرار المحكمة تزوير رئيس مجلس النواب يزور لا حتى بس إذا سمح استاذ انور هسه خليك من كل شيء لا تمام هسه خليك من كل شيء انا واحد مرشح وياي وموقعه على ورقه بيضاء واستقاله محضرها يعني هسه هاي مو جريمه سيد العزيز وانت رئيس مجلس النواب اسمح لي وانت رئيس السلطه التشريعيه والرقابيه الاولى هذا هو هسه بحد ذاته هي هاي فساد وجريمة لا لا استاذ محمد القانون ما يعاقب عليها انت هل فساد انه من ليث قدم الورقه البيضاء كما يدعي او ورقه مملوء او السيد الذي اخذ الورقه على ايهما لا ليث الدليمو امتعاض عليه في الشارع الان في منطقه التاجي اقوى من الامتعاض على سيد الحلبوسي والدليل انه كيف تنطي ورقه حسب ما تدعي وهذا الامر مخالف للقوانين وللشرع او حتى الناخبين مالته سيد محمد احنا ما نتكلم على موضوع شخصنه الامور احنا نتكلم على قرار محكمه الاتحاديه وكيف ممكن ان يعدل لان الكثير من السياسيين وكثير من المحللين يتكلمون ان القرار قطعي وبات نعم قرار لا يمكن الطعن به عن طريق الطرق القانونيه في تصحيح القرار او التمييز ولكن بالامكان العدول ولدي قرارات كثيرة وخير دليل عدلت المحكمه عن قرار تسميه الكتله الاكبر في زمن فوز السيد العلاوي وفسرت القانون غير تفسير تمام اذا عندهم هذا الطريق القانوني ليش راحوا انسحبوا وسووا كل هاي التفاصيل احتجاج نعم احتجاج عليهم احتجاج قانوني كفله الدستور على القرارات وحقيقه كلنا محترم وخير دليل ان الحلبوسي عندما وصلته الرساله في نص العباره اعتذر وقدم وسلم الجلسه وانتهى الموضوع وخرج اليوم بيانات تصدر رئيس مجلس النواب
طيب ليش ما انه ليش ما نقول انه بعد قرار قابل قابل سيد الحلبوس عندما خرج يعتقد يعتقد ويجزم ان الامر لم يسلك الطريق الدستوري الصحيح. تمام استاذ كامل حياك الله. كالله مرحبا بك عزيزي. الاطاره الى علاقه بموضوع اقاله الحلبوسي انهاء عضويته لو لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله وحيا ضيوفك الكرام. بودي ملاحظه اولا على يعني الحلبوسي اذا سقط قانونيا او بقرار محكمه فليس من المناسب الان تنبيش ملفات عليه، يعني هذا ما يناسب من الناحيه الواقعيه. اطيح بالرجل قانونيا، من هي الجهه التي تقف وراء الاطاحه به؟ رسميا يوجد اثنين نواب مشتكين، واحد باسم خشان وواحد ليث الدليمي. قرار المحكمه اللي عزل ليث الدليمي ويا الحلبوسي انطى جنبه انصافيه ووضح ان قرار العزل حيثيه قرار العزل ليست تزوير. يعني لم ياتي قرار المحكمه الاتحاديه بناء على التزوير، لانه لو ادين قضائيا على التزوير يستلزم ذلك احالته الى محكمه جنائيه ايضا ومحاكمته على التزوير. اساءه استخدام السلطه والاضرار بهذا اللي سواه هو انه قبل اقاله ليث وما نفذها، ليث بقى 10 اشهر يداوم بالبرلمان لفصلين تشريعيين وهو مستقيل، ثم رجع استقالته، ثم هذا التغيير سمته السلطة القضائية إساءة استخدام وإساءة للسلطة القضائية ومجموعة السياسات التي تضر بسمعة وكفاءة وقدرة السلطة التشريعية. فالقرار ملاكة ليس التزوير وإنما إساءة استخدام السلطة وعدم تنفيذ فقرة قانونية والرجوع عنها وبعد ذلك تفعيلها في وقت آخر. احتمال ملف التزوير. بس اسمح لي لحظة، أنا سمعت نصاً من باسم خشان وضح الرجل قضية التزوير وين صارت، إنه لا باسم مشتكي على قضية التزوير أستاذ محمد. ايه؟ باسم وحدة من شكاوى على الحلبوسي قضية التزوير. زين. وأنا أتوقع أن من القضايا التي سيتم معالجتها هي قضية التزوير. إذا أريد للقرار أن يمضي مع الحفاظ على التوافق السياسي، مع الحفاظ على كتلة التقدم، مع الحفاظ على دور للحلبوسي في المرحلة السياسية القادمة، سيتم تنحيته من رئاسة البرلمان وسيتم تسوية القضية القضايا. ربما يطلع مدير مكتبه هو اللي مغير التاريخ وشاطب على التاريخ هذا المكتوب بالأحمر اللي طلعوه بالوثائق. أنا يعني أعتقد أن هنالك مخرج سياسي. إحنا مشروعنا السياسي بالعراق مشروع توافقي، وهذا المشروع التوافقي هو ديمقراطية توافقية، ليست ديمقراطية كاملة ولا ديمقراطية حقيقية. يعني مثل ما هسه السيد السوداني رئيس مجلس الوزراء رئيس الحكومة ما يمتلك عدد نواب كبير كما تمتلك بقية الكتل. زين. صار العبادي في مرة رئيس وزراء لم يمتلك، صار الكاظمي ما عنده كتلة سياسية داعمة، بمعنى أن التوافق السياسي ينتج عنه إجراء تمضي به الدولة العراقية، وهذه القدرة على إيجاد منافذ للتوافق. أمام ملف قضايا هذا ما له علاقه الملف القضائي نافذ. هنا صار عندنا موضوع. لا الملف يعني القضائي استاذ محمد بس اسمح لي استاذ كامل. نعم. التوافق السياسي اذا اكبر من القضاء اذا فعلت الدنيا السلام بعد، لانه ما بقت عداله بهذا البلد نهائيا. لا احد يقول بذلك استاذ محمد، لا احد يقول ان التوافق فوق القضاء. القضاء سلطه مبرمه، المحاكم الجنائيه والمحاكم المتنوعه تمييزيه وبعتها من حق النقض وحق الطعن وحق التمييز، والمحكمه الاتحاديه باته وملزمه. هذا موضوع منتهين منه. اريد اعقب على كلام الاخ انور، القرار المحكمه الاتحاديه مو قران ولكنه بات وملزم. بات وملزم مو يعني قران، لا يستطيع نقضه الا قرار بنفس المستوى من المحكمه الاتحاديه نفسها، وهذا عملنا به في مرحله سابقه مثل ما تفضل هو وجاب لك مثال. فالتضجيج ضد قرار المحكمه الاتحاديه والاعتراض على قرار المحكمه الاتحاديه والانسحاب من الحكومه كاتبين المنسحبين على خلفيه قرار المحكمه الاتحاديه، هذا عمل طفولي غير ناضج غير طفولي. صحيح طفولي، عمل مال زعاطيط، يعني مو مال الناس يفتهمون. انت عضو حكومه قاعد توصف تقدم زعاطيط. لا مو تقدم، لا انا كلامي واضح. ايه؟ اللي كتب نص يقول انا منسحب بناء على قرار المحكمه، على خلفيه قرار المحكمه الاتحاديه. هذا عمل طفولي ما يليق بوزير ولا يليق بمسؤول. لان انتم اعضاء في حكومه واعضاء في برلمان واعضاء في حزب سياسي
وهذا الحزب سياسي يؤمن بالعملية السياسية ويدخل بالانتخابات ويشارك بالحكومة كله على أساس الدستور زين. والدستور يقول أن قرارات المحكمة باتت وملزمة. شنو من يجي قرار المحكمة ما يعجبك تظل تضجج وتهوس وتنسحب وما أدري شنو هاي شنو معناها؟ ها عمل طفولي، ها مو عمل سياسي، هذا مو عمل سياسي زين. شنو علاقة الإطار؟ أنا سألتك العمل السياسي الإطار. يرتكز على قبول القانون وقبول كامل أستاذ كامل. أنا سألتك هل للإطار علاقة بإنهاء عضوية الحلبوسي؟ أنا ما متحدث باسم الإطار ورسمياً ما أقدر أقول، ولكن كمحلل سياسي أقول أن الذين اشتغلوا في الفترة السابقة على الإطاحة بالإطار وعزله والتضييق عليه وإبعاده عن كل مناصبه وبشكل علني قالوها، قالوا حتى شرطة ما يحصلون بالمرحلة السابقة اللي اشتغلوا بها ويا التشرينيين ويا الكذا ويا البرزاني والسيد مقتدى الصدر وكذا، الحلبوسي واحد منهم زي. ونزع بالشارع سترته وقال إذا ما يسوي لكم ما أدري شنو أنا. هذا كان خصومة استراتيجية مع الإطار بمعنى يا إطار نحن خصومك ونحاول أن نبعدك عن السلطة، فأن يكون للإطار دور، فأن يكون للإطار دعم، أن يكون كذا بقرار عزل الحلبوسي أبدا ما أستبعدها من حيث التحليل السياسي زي. ولكن لا أمتلك وثيقة ولا أمتلك دليل. شو تقول؟ لا يعني بس خلمتها شوية على يدور بخلد أستاذ مؤيد نفس اللي يدور بخلدي تعقيبا عذرا المقاطعة يعني إذا سلمنا أنه انسحابات وزراء وأعضاء برلمان تقدم خلينا نقول بالمصطلح الطفولي أو الزعاطين ماذا نسمي حاشاهم كتلة التيار عندما انسحب 70 ما قالوا على خلفية قرار المحكمة الاتحادية أستاذ أنور. أنا قلت عبارة دقيقة جدا، اللي كتب على خلفية قرار المحكمة الاتحادية هذا لو ما يفهم بالسياسة لو يلعب. هم شان قرار من السيد مقتدى الصدر ما قال على خلفية قرار محكمة اتحادية. قرار مقتدى السيد الصدر قال ما سمحتوا لنا بتشكيل الحكومة فأنا أنسحب. أستاذ أحمد من انعرضت الاستقالات على السيد الحلبوسي من قبل كتلة التيار مو أيضا شككوا بالموضوع وقالوا الموضوع مو قانون ومو دستوري قبول الاستقالات، وهذا انطرح موضوع على الإعلام. هذا التناقض على كل نعم. حقيقة الإطار ما له علاقة بالموضوع نعم. لا كلنا نعرفه. أنا ببغداد هاي يومين الإطار ما له كل علاقة بهالموضوع، موضوعنا مو هذا. اسمعني أستاذ أنور علق على أنه أكو موضوع قال إيحاءات تحليل هكذا شيء على موضوع دبي وما دبي نعم. لا قال لك إذا صار هذا لا يوجد إذا صار هذا برلمان اجتماع تمام أيه. صح يصدق والله صحيح برلمان اجتماع والكتل اختارت، بس أني وأنت نعرف أنا ما أقول الأستاذ نعم. أنا وأنت نعرف حمد الخزاعي زين أنه رئاسة البرلمان ما تجي من العراق ورئاسة الجمهورية ما تجي من العراق ورئاسة الوزراء ما تجي من العراق. كلهم ما يجي من العراق، ثلاثتهم ما تجي من العراق زين. اللي يريد يزعل اللي يريد يرضى يعتبره اعتقاد يعتبره تحليل بكيفه. الفاعل الإقليمي موجود أمر واحد، الفاعل الإقليمي يختار ونجحنا العراقيين نجتمع ويخيرونا بين ثلاثة أربعة، هذول الأربعة يصيروا رئيس برلمان واحد منهم اختاروا زين. هاي نعرفها، الاجتماع صار بدبي واختاروا الحلبوسي ورجع والشيعة الأحزاب الشيعية دائما تقول أنتوا يا سنة قدموا مرشحكم قدموا لنا أسماء أيه. واحنا نصوت نتفق عليهم ونصوت زين. وكذلك رئاسة الجمهورية شفت ايش صار هسه هذا احمد وشارجي هذا الرجال اللي نية عضويته هذا مرشح الامارات وتركيا انت مكبرتها قبل شوي اكبر من هاي قبل الجو ما نقدر نحكي قلت خاف يطب علينا واحد يوسط علينا مدري اياه وياي باب الجو مال الجو خليه هاي وحده اثنين يا ناس القانون العراقي يعرف واللي ما يعرف خليه يسمعه زين. حامل الوثيقه المزوره مزور يعني واحد شايل هويه مزوره زين يا اخو ما الا هو كاتبها، هذا من يلزموه والله تعال انت منو كتب لك يلزموه حامل وثيقه مزوره. محمد الحلبوسي دز الورقه مال استقاله ليث الدليمي للمحكمه الاتحاديه ها هو كتبها، السكرتير ماله كتبها، فد واحد صديقه قاعد يمه بالقصر ماله بالرمادي عند الحلابسه كتبها. المحكمه الاتحاديه استلمت ورقه من مكتب رئيس البرلمان، منو جابها؟ مكتب رئيس البرلمان او دز اذا ما دق تليفون اذا ما مسوي كتاب بيها، طبعا اكيد مسوي كتاب من رئاسه البرلمان وموقع الحلبوسي استقاله النائب ليث الدليمي. هاي من تصل المحكمه هاي الوثيقه المزوره
منو جابها؟ منو جابها؟ يعني هو مزور. يعني ماكو استهداف لمحمد الحلبوسي؟ لا لا ماكو كل علاقة من غير مكون ماكو. خلي أقول لك لا 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 أبداً. كلتنا متفاجئين. إيه. أنا من الناس تعرفني. إيه. أنا نمت ما تغفيت نص ساعة على التليفونات خبره. يا أبو محمد الحلبوسي طيروا يا أبو شلون طيروا؟ شلون طار؟ قالوا قصة فلاش فلاش. وده بدق له بشفية تاعي. طبعاً. ليش؟ فرعون. فرعون محمد الحلبوسي. طاغية محمد والله طاغية استاذ مؤيد مو هسه الطرف الثاني المعارض للسيد الحلبوسي يقول لك احنا طيرنا وخرجوا بهوسات صفارات انذار تصفير لا 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 بس خلي وياي شوف انت ترى يمكن كبرتها القصه ليش طاغيه وفرعون هو رئيس مجلس النواب رئيس السلطه التشريعيه شنو علاقه الطاغيه وفرعون ومدري منو وكذا شنو القصه على منطقه الحلبوسي يا عراقيين عوفوا الأملاك وعوفوا الفلوس وعوفوا الفنادق وعوفوا الجزر واليخوت بالخارج أنا عوفوا لها صفحة الفلوس عوفوا تعالوا شو بصير الموضوع واحد بتاريخ حياتكم يا عراقيين سامعين حتى أبو قصة دام حسين مجلس قيادة ثورين عقد الساعة 2 بالليل عزيز سنتين بالليل أبسنية يعني برلمان صار كله وراء 10 بالليل ليش يا أبو ليش حضر الجناب رئيس البرلمان ينام يظل سهران للستة الصبح ها ما اقول بشنو سهران ها عمي وين عودي انا خمسة ما كان بطيء توقيت بطيء توقيت يلا وقتك ايش قصر رئيس برلمان بهاي الدوره الثانيه ايش قصر عندنا سنتين سنتين ايه؟ الا شهر ايه؟ سنتين وشهر ايه؟ على راسي انطيني جلسه للبرلمان محمد الحلبوسي حاضر ايه؟ والبرلمان منعقد الساعه 8 الصبح الساعه 10 الصبح الساعه 1 الصبح الساعه 1 الظهر الساعه 4 العصر هم نقبال كل ساعه 10 بالليل واضيف لك تعقيبا على كلام استاذ عمر ما زين وكنا لا بس ليش من 10 بالليل شو يسوي هو بالنا هسه اجيب لك اياه شو يسوي بالليل جماعه قاعد بالليل خلينا نحكي على ما احنا امه هذا بالخاول اللي يم الكعبه ايه؟ كاتب علينا احنا امه ده اقول لك منين جابوها ايه ما تعرف منين جابوها ما ادري والله انا اقول لك جماعه يسكرون ايه غمر يسكرون تجيبون يوضعون شعار لتقدم بهاي الانتخابات زين واحد من الخماره تعرف الخماره حتى من يريد يحلف يقولوا حق من حرم هذا المشروف يعني هم نجيب رب العالمين بالموضوع خليك وياي كمل ايه شنو ها فواحد منهم قال تعال ايش دايخين ايه هذاك اليوم كان بمحرم طلعوا فيلم الرساله واخر شيء محمود ياسين من يطلع متكلم متحدث بالفيلم قال اليتيم الذي اصبح امه اليتيم ايه؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم زين قال معود محمد الحلبوسي ونحن امه احنا كلنا صرنا امه مثل الرسول وسموها نحن امه بس هذا شعارهم جاي من السكاره يعني الله وكيله شعار والله يلا خلي يطلع المنظر مالهم خلي يطلع المنظر مال تقدم خلي يقول انا اللي اخترعت هذا الشعار زين واقول له تمام بس انا ورد لك حتى لك الوقت لك الوقت نعم رد على فيما يخص انا بس شققت الدنيا استاذ علينا وحده وحده لا لا ارد عليهم رد عليهم بشكل اختصار استاذ مؤيد ممكن انه ما داخل بسوح المحاكم و أنا ما داخل؟ لا بس اسمح لي والله مشتكين عليه لا لا أنا كجزء من العائلة القانونية حتى الحرف أو الدخول بسجال أبتعد عنه كثيرا لأن ما متعرض لا هذا الحكي اللي قاله نعم. هذا الحكي اللي قاله نحن أمه أتى شعار صدفة في أحد المؤتمرات خرج شخصية محترمة ومعتبرة وابن عالي وهو جمال الضاري وكان موجود السيد الحلبوسي والمؤتمرات التي حدثت في الأنبار وفي بغداد عندما يحدث مؤتمر موجودين الحاضرين 20,000 إلى 15,000 زين فنحن أمة لا تمثل لا مكون ولا تمثل يعني حزب ولا الجماعة ولا تمثل حزب في مثل ما يفسر البعض لا لا نحن أمة بيش ليش أنا نازل بواسطة أستاذ مؤيد كحزب تقدم نازل بالبصرة نازل ببغداد نازل بالمحافظات الجنوبية ونازل بالمحافظات باتجاه الشمال صادقونهم نازلة بالموصل ليش حكمهم نازلة بالرمادي استاذ وبدر نازلة بكركوك شنو يا استاذ مؤيد انا ايش اقول انه اكو قرار صادر من محكمة اتحادية قرار محترم والسيد الحلبوسي اول من احترم هذا القرار غير يقول الوصايا على المحكمة لا الاتحادية لا خروج السيد الحلبوسي من البرلمان بعد صدور القرار هذا واحدة احترام زين. ثاني امر الرجل قال انه احنا نلجأ الى الطرق القانونية والدستورية وان كان هناك خصومة بين
البرلمان وبين المحكمة الاتحادية متخاصمان إلى أين نلجأ؟ لابد أكو مخرج. ما ممكن خوي هاي مو البرلمان. ما نعم نعم خوي محمد الحلبوسي نفسه. لا لا مو محمد الحلبوسي نفسه سيد محمد. والقصة ويليك معروفة ومعروفة ويليك القصة القصة هذا ما له علاقة بالبرلمان. البرلمان لا لا 300 نائب يا أخوي أستاذ محمد. كلهم ما عندهم. بس خل أوضح لك شو بس رئيس البرلمان. اللجوء إلى المحكمة الاتحادية فيما يخص إقامة ليث الدعوة كونه مدعي كان الأمر فيما يخص رجوع ليث إلى البرلمان من عدمه. الأمر تحول إلى سيد رئيس البرلمان وإنهاء عضويته. طبعاً أحد أركان وشروط خروج سيد محمد الحلبوسي لم يكتمل لم غير موجود. لا أستاذ أنور يعني هو ليش هو من أخذ أوراقه وراح غير استقالته كانت مزورة غير شقوا الورقه هيك وحطوا لها سيد رئيس مجلس النواب غير كانوا كاتبين يعني بس محمد. محمد. بس على هذا انا بس بدي اسالك نعم. غير كاتبين السيد محمد ريكان الحلبوسي شالوها كتبوا السيد رئيس مجلس النواب غير التاريخ من زمن الانتخابات حولوه وكتبوه هذا لم يثبت بقرار قطع من محكمة تحقيق مختصة في قضايا التزوير ولا من الأقسام المختصة. إذا عذول المحكمة الاتحادية شنو شغلهم؟ أطمنك بإمكان السيد الحلبوسي المثول أمام محكمة التحقيق وإثبات عدم واقعة التزوير وعدول العدول عن قرار من قبل نفس المحكمة مو محكمة ثانية كونها أعلى محكمة وأعلى سلطة وبإمكان العدول عن القرار 9 اتحادية المرقم 9 اتحادية 2023 وينتهي الأمر والأمر متروك للقضاء. أستاذ أنور بصفتك قانوني نعم أنا أتوقع عندي ضيف ثالث أي نعم. أستاذ كامل تتوقع راح نحكم على التزوير؟ الأمر تركناه متروك للقضاء ومتروك متروك للخطوات. السيد الحلبوسي أيضا لديه فريق قانوني وفريق دفاع وحتى أطمنك الحلبوسي كان مطمئن أو القرار يوم 13 كان غلق الدعوة تحول إلى يوم 14 ولا نعلم السبب. هذا الأمر تعرفه المحكمة يوم 13 بالشهر كان أكو قرار أنه غلق الدعوة هذا اللي فهمناه من فريق الدفاع زي. يوم 14 صدر القرار لا تتخيل فالأمر الموضوع مالت الإعفاء السيد الحلبوسي لا نطعن بالقرار قرار المحكمة الاتحادية كونه فيها الأغلبية ولكن المستغرب أنه تحولت من قضية المدعي السيد ليث من إنهاء عضويته أو لا إلى إعفاء السيد الحلبوسي ونحن نعتقد كان الأولى عرض الوثائق على محكمة مختصة أو مثول السيد الحلبوسي أمام محكمة التحقيق والأمر متروك للقضاء. خلاص سيد محمد سيد بس نعم. سؤال وحتى يسمعون أنا هم أعرف يعني المحكمة الاتحادية موظفين؟ لا محكمة اتحادية عليا محترمة لا لا قصدي الموظفين هي حكام وقضاة وموظفين إداريين. سيد محمد أنا متفق وياك أنا على رأسي بس أحب أخذ من وقت أنا ما أعرف والله ما أعرف بثلاثين ثانية الأنبار والمحافظات الغربية خرجت من نكبة كان أكو بس خلي كمل خلي كمل كان أكو فريق سياسي حكم الأنبار والمحافظات المحررة قبل عام 2016 وولد ما ولد من تخريب ودمار وخروج مباريات وتسمية الجيش العراقي بالجيش الصفوي والجيش المالكي وكلنا يعلم وكان وهذا الفريق تم ركنه من قبل الجماهير الواعية ومن قبل فريق السيد الحلبوسي. الحلبوسي لم يأتي من فراغ. ليش ما حكمهم؟ ليش ما جتهم بالسجن أربعة؟ هم مكفلين أغلبهم مكفلين اغلبهم مكفلين لا اريد ان اذكر اسماء على اساس مرشحين ويا هسه مرشحين من خصوم الحلبوسي مكفلين وبعضهم تم الغائب تماما. انت شو توصل ما جاوبتني بس ارجوك بس انت اساله ارجوك انت شو توصفها البارحه منا يقال الحلبوسي ومنا يصير هجومات ويقتلون ضباط بالطارميه ولاول مره صار لها فتره طولها والحلبوسي بخطابه في مجلس النواب يقول أنا إحنا إجينا ولو ما إحنا ما صار كذا وكذا وكان الموضوع الإرهاب ولما إحنا إجينا وتغير الموضوع ربط أكثر ناس تعرف إنه هذا الأمر ما ممكن ربطه مع استقالة الحلبوس ومع أو مع إعفاء السيد الحلبوس هذا لا يمكن كون فريق الحلبوس واقفين بالضد
من التظاهرات ومن العمليات الإرهابية، وخير دليل أن فتح الرجل ودخل المناطق الجنوبية. أنا أتمنى أن يحفظ الله العراق والعراقيين. تمام، أنا جدا أشكرك. وشكرا للأستاذ مؤيد وشكرا للأستاذ محمد كون التزامي. تريد غادر؟ أنا أعتذر. شرفتني كل الهلا بيك، يعني كان ودي والله البقاء، لكن محبة بيك ومحبة بالقناة ومحبة بالأستاذ محمد ما أخذنا لنا لقاءات ثانية. حياك الله. حياك أستاذ كامل، أنا متأسف جدا تأخرت عليك. لا أخونا الكبير أستاذ كامل. أستاذ كامل أنا ما أسمع الكثير من كلام أستاذ مؤيد، صوت ينزل كلش مع الأسف، بحيث يعني صوت أتمنى أسمع حتى من يصير حوار بيناتنا. زين، يعني خلنا ناخذك على حوار ثاني. يعني معقولة مكتب رئيس الوزراء يكتب بيان بصفة الحلبوسي رئيس لمجلس النواب والمحكمة الاتحادية أصلا عازلته؟ أنا أعتقد هذا القرار تم الاعتراض عليه بشكل واضح ويعني واسع جدا، وأعتقد أنه متعلق بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية من الناحية الإجرائية، من الناحية الرسمية. الإعلان عن قرار المحكمة الاتحادية رتب المعنى القانوني لعزل السيد رئيس مجلس النواب عن منصبه. ما صار رئيس مجلس بعد، صار نائب عادي أقيل، عزل من البرلمان، فانتهى موضوع النيابة والرئاسة. ولكن أعتقد أن هذا ملاك بالتنفيذ بالإجراء وليس بالإصدار. أعتقد ربما هذا هو التبرير الأكثر معقولية، وإلا ما معقولة يعني مكتب إعلامي لرئيس الوزراء، مستشارين إعلاميين، عنده ناس شخصيات محترمة نعرف أكثرهم نعرفهم، يعني زين. ما معقولة يتقصدون أن يصدروا السيد الحلبوسي بعنوان رئيس مجلس النواب بعد قرار المحكمة. يعني القصدية في تسريب نص الخبر أعتقدها يعني تهمة ما أقدر، ما حد يقدر يثبتها. أعتقد أن هنالك فرصة إلى أن يصل القرار، إلى أن ينفذ القرار، إلى أن ينسحب هو محمد الحلبوسي وترشح الكتلة اللي من منطقة الحلبوسي أو من قائمته البديل. يعني تتم عملية العزل بشكلها الإجرائي، تمت بشكلها القانوني بقرار المحكمة، ولكن بشكلها الإجرائي باقي. فأعتقد هذا مبرر، هو المبرر المعقول. أنا فهمت من كلامك، استشفيت بصراحة من كلامك أنه ممكن الحلبوسي يبقى على وضع طبيعي. لا 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 لا، مستحيل مستحيل. إيه؟ من الناحية الواقعية أستاذ محمد، إيه؟ عزل النائب يسقط كل ما يترتب على نيابته، يسقط عنه حصانته البرلمانية، يسقط عنه منصبه، يسقط عنه كذا، حتى راتبه راح ينشطب من دائرة رواتب الرئاسات. من الناحية الواقعية إلى أن يصدر قرار محكمة جديد نحتاج مجموعة قرارات جديدة. أول مرة يرجعون نائب وبعدين تتفق الكتل السياسية على ترشيح رئيس، هذا طريق طويل من الناحية القانونية. من الناحية الواقعية محمد الحلبوسي تم عزله عن عضوية مجلس النواب، بما أنه عزل عن عضوية مجلس النواب كنائب، ما جاي نتحدث كرئيس. زين، إذن ماكو معنى لرئاسة لمجلس النواب. لرئاسة مجلس النواب يجب أن تكون لنائب، فإذن هذا تداعي قانوني تلقائي، تلقائي يصير. أنا أعتقد أنه القضية ماضية، لا يستطيع أحد أن يوقفها. نعم، من الممكن الإبقاء على الحلبوسي قائد كتلة يمارس دوره السياسي، قائد مجموعة تقدم عند نواب، عند وزراء، عند مسؤولين، هذا ممكن من الناحية القانونية إذا ما لم يتم تفعيل قضية جزائية أو جنائية من قبل نفس النواب. باسم خشان قال أنا مشتكي، قال مقدم دعوة وراح أستمر بالدعوة واحتمال أدينة بالتزوير، وإذا صار إدانة بالتزوير راح يصير حكم احتمال 7-8 سنوات إلى حد 15 سنة ممكن. يعني ولكن من الناحية الواقعية لحد الآن لم يدن الحلبوسي بالتزوير. زين، من الناحية الواقعية. لا لا، بس هو قرارات المحكمة الاتحادية قرارات ملزمة للكل. باتة يعني وملزمة. ملزمة حتى للسلطات القضائية. باتة إذا تحدثت عن تزوير كل السلطات القضائيه المفروض على ما على ما يعني على ما لا لا ملاك العزل مو التزوير استاذ محمد. ايه؟ ملاك العزل اساءه استخدام السلطه والاضرار بدور السلطه التشريعيه. ايه؟ وهاي الاساءات رتبت موقف من الـ من المحكمه لعزم البرلمان. ايش قد ممكن تكون مؤثره قضيه انسحاب تقدم من العمليه السياسيه ووزراء تقدم؟ تاثير صفري صفري صفري، ما لهم تاثير صفري صفري صفر. إيه إيه شلون؟ المشروع السياسي العراقي مشروع توافقي. إيه؟ اللي ينسحب بديل أكو إله. إيه؟ من الناحية الإدارية أكو واحد وكيل وزير راح يصير وزير منا إلى أن يتعين وزير. إيه؟ من الناحية السياسية كتلة تقدم أكو خصوم منافسين إلها حتى في مناطق نفوذها.
من الطبيعي راح يكيفون وراح يقدمون مرشحين بدلاء عنهم. مثل ما صار بالتيار الصدري. مثل ما صارت بحكومة المالكي. انسحبوا وزراء التيار الصدري، 6 وزراء انسحبوا في يوم واحد. وكل شيء ما أثر. المالكي رأسا عين وكلاء وزراء واستمرت. من الناحية الإدارية ومن الناحية الإجرائية، البرنامج السياسي العراقي الذي تدار به الحكومة العراقية قابل لتلقي مثل هكذا يعني أحداث، قابل يعني يمتصها ويعالجها ويستمر يمضي، فإذن تأثير صفري. أما هذا التضجيج والتهويل، الانسحاب من جلسات مجلس النواب، خب مجلس النواب أنتم تدرون عطلة تشريعية، تطلعون قرار يعني ننسون حلاوة بجدر مزروف وبروس الناس. يعني جاي يسوون حلاوة بجدر مزروف. هو البارحة بدت العطلة التشريعية، هم اليوم يقولون انسحب. والله البارحة بابا على الأقل احترموا نفسكم، خليه يداوم البرلمان وقبل يوم من الدوام يقول انسحبنا. البارحة عندي واحد من الضيوف يقول والله العظيم أي واحد من دول انسحبه وإذا قالوا له تعال صير مكان رئيس برلمان يركض ركض ويعوفه. يعني من لا الناس صحيح تعرف هذا الكلام يصير. الناس تعرف من الناحية الواقعية أستاذ محمد، من الناحية الواقعية مرت المشروع السياسي العراقي مر ب يعني صدمات قويه في مراحل. يعني كانت القول كان طارق الهاشمي لما انسحب هو والعيساوي وغيره قالوا راح تنهار العمليه السياسيه وراح يتفلش العراق، وراح سووا لهم عمليتين ارهابيتين 3 4 5 بعدين هم شردوا، واحد راح تركيا وواحد راح ما ادري وين للاردن. فاذا المشروع السياسي اذا نريد نقيم قدرته نقيمها من التجارب الواقعيه اللي مر بها ومن آليات التفاهم السياسي القائمة من الناحية الواقعية. وهذه الآليات وهذه التجارب تثبت أن أي واحد ينسحب يفقد موقعه ولا يؤثر شيء. شو تقول؟ صح ما يأثرون؟ لا كل شيء ماكو أبداً، كل تأثير ماكو. مثل ما قال أستاذ كامل نواب ينسحبونكم مكانهم بدلاء مثل ما صار مع تيار الصدري، وزراء ينسحبونك وكلاء. زين أكو بديل الآن عن الحلبوسي؟ إيه أكو موجود. منو؟ موجودين بدلاء، موجودين اقرب بديل له. خلي نقولها لهذه خلي يسمعوها. يعني هم تقريبا على كلام استاذ كامل، يعني شنو صح لازم اللي يجي من النواب تمام قانونا، بس ليش توافقات؟ ليش هالمره هم جيبوا لنا واحد انتم تتفقون عليه وهم يطلع لنا مثل الحلبوسي؟ اذا ما يتفقون ما يمشي استاذ مؤيد. اي صح صح، بس مو اتفاق. اذا ما يتفقون ما يمشي استاذ مؤيد. انت تحتاج لرئيس البرلمان 180 200 ايد ترفع، هاي منين تجيبها اذا ما توافق سياسي؟ بس التوافق اللي عاد يحكي عليه اريده توافق لاجل من مصالح الشعب مو مصالح الاحزاب. زين هاي سالفه سالفه ما تصير. لا لا خلينا نعطي فكره يعني يقدرون عليها. طبعا عندهم الولد عند الاحزاب الشيعيه فكرة طبيعية جدا وهم ماشيين عليها. العرف السياسي اللي هم اخترعوه هذا ما موجود لا بالدستور ولا بالقانون. رئيس البرلمان سني، صح لو مو صحيح؟ صحيح لازم سني. زين جانا رئيس برلمان اول من جاء من كركوك. وبعدين جانا من الموصل من نينوى. وجانا من الرمادي من صلاح الدين. وجانا من ديالى وهسه من الرمادي. ايش ظل بعد؟ من سامر هم جاب اياد السامر رأيه. صلاح الدين محسوب على صلاح الدين. محسوب على صلاح الدين. منو ظل؟ مو تقولون سنة؟ انتوا انا احكي الاحزاب الشيعية مو انت. من بغداد؟ ومن بغداد جاء له محمود المشهداني. زين. زين. السنة بس بغداد ومحافظ وهاي المحافظات؟ اكو بالبصرة، اكو بالناصرية، اكو بالكوت. اكو بالوسط والجنوب. تجيبونا سني من الوسط والجنوب وقعدوا رئيس برلمان. وموجود برلمانيين من سنة الوسط والجنوب. وعندنا وأني أريده، أنا والله أريده، شيخ ودكتور وأسوى رئيس لجنة زين. في البرلمان، ليش ما أسوى رئيس برلمان؟ ولقبه مثل يعني لقبه مثل يعني إلا يقعد بدبي، إلا دبي تخابر لأردوغان يخابر، ها يابا خلوا فلان يلا تخلوه، هذا موجود عراقي ابن عراقي وقاعد يمكم، بعدونا عن هاي القضايا، وطبعاً الستة اللي صاروا بالبرلمان ما خدموا المكون السني. والوضع تتذكروا زين من 2003 2004 والرئيس برلمان مو حاجب الحسني من 2004 ولحد هذا اليوم وصلونا لي طاغي فرعون جابوا لنا طاغي ثاني محمد الحلبوسي خلونا بس نستقر نرتاح. هو شنو اللي سواه يا سنه حتى سمونا طاغي محمد الحلبوسي؟ اخي انا احكي لك على نينوى. كل ما جرب نينوى شو اشتغل بالموصل؟ اشتغل جماعته يقولون اشتغل بالموصل، اشتغل بالانبار،
اشتغل ما اعرف وين ولا هم جماعه هسه ختلوا اغلبهم. استاذ محمد، استاذ محمد اذا تسمح لي فد مداخله عذرا عن وقت الاستاذ مؤيد. لا معذور. المجتمعيه السنيه في المناطق الغربيه فيها قدر من الانقسام، هذا الانقسام واقعي بين مجموعه موصليه ومجموعه انبار وفلوجة ومناطق، هذا الواقع بقدر من التنافس وبقدر من الصراع وطبيعي، والان يعني معبر عنه بهاية عزم والتقدم ومجموعه مثلا سامراء ومجموعه كذا. انا اعتقد الخيار ان ينتخب هؤلاء الناس كلهم، يعني سواء عزم تقدم فلوجة موصل رمادي ما ادري منه، شخصيه معتدله، شخصيه مفيده، شخصيه توافقيه يتفق عليها، لان الخلاف السني يضعفهم جميعا، يضيع مصالحهم. من مصلحه العراق أن كل المكونات المعبرة بقوى سياسية تقدم شخصيات قوية مدعومة من عدد نواب قوي حتى يخرجون نظام. أستاذ كامل، أستاذ كامل، الناس تريد بالخبزة والله العظيم، وهو هذا طريق الخبزة، طريق الخبزة أستاذ محمد، طريق الخبزة تجيب ناس أقوياء، أبو المشاريع، أبو المشاريع، طريق الخبزة الصحيحة تجيب ناس أقوياء، اللي صاعدهم تاهوات، اللي يحط بجيوبهم، اللي يقسم لهم المشاريع بالمناطق، حتى بالمناطق. بس لو تسمح لي، لو تسمح لي هاي الفكرة أستاذ محمد، أيه؟ أنا من أقول نجيب شخصية قوية مدعومة من كتلته، مدعوم من كتلة كبيرة، أيه؟ هذا راح ينجز مشاريع الناس، راح يعطيهم قدرة على تنفيذ ما يطرحون بالشعارات. قال لك مهسة، قال لك جيبوا لهم واحد يفيد الناس. إذا تجيب شخصية ضعيفة، إذا تجيب شخصية ضعيفة نص النواب السنة يهوسون عليه، أيه؟ أو شخصية توافقية بيناتهم ما متفقين عليه، راح يضعف دوره، راح يضعف دوره أمام الكتل الأخرى، وراح يضعف دوره في خدمة. إلا في حالة واحدة، عوف هاي الدقيقة، إلا في حالة واحدة، إلا الأحزاب الشيعية، الأحزاب الشيعية مصرة على أن تأتي سني من هاي المحافظات اللي قلناها. هسه الأحزاب الشيعية شيعية يا أخي، اتفقوا يا أخي، اتفقوا. خلي أقول لك، هسه محافظاتنا أي رئيس برلمان يجي، هسه عوف البرلمان تعبر شوية برلماني، أي رئيس برلمان يجي، لو أبو بعثي، لو أخو بعثي، لو هو كان بعثي، لو إرهابي، لو قاعدة، لو واحد من عائلته، كل رؤساء البرلمان، أي برلمان يجيبوا خليه، أي؟ من عندنا من محافظاتنا، ما كلتنا يجي، كلهم لحد منهم، لو بعثي، لو إرهابي، لو قاعدة، مو هو الجرائب، لو أخته، لو نسيبه، يظل متهم. جيبونا سن من الوسط والجنوب، ما عنده القضايا، عايش ويا الشيعة. هسه محمد الحلبوسي عنده ناس إرهابيين ويا عندهم عائلته، ابو عضو قيادة، ابو يصير فرع، ابو عضو قيادة، ابو هو كان رئيس اتحاد العراق كلية الهندسة، هو ايه؟ هو اكو رئيس اتحاد بالكلية. هسه هذا البعث انت مو بعثي ايه؟ انت تقول لي انت مو خد، هسه انا رجال صغير بعدني بالعمر، واحد خريج كلية هندسة ابوك الصدام، ايه؟ 98-2002 تخرج زين، ورئيس اتحاد ها الكلية، بعثي محمد الحلبوسي، لا شمو بعثي، وأبوه بعث قيادي بالبعث، وعمه، عمه شنو؟ عمه عم بعثي، عم بعثي، لا شون؟ يلا مو دا أقولكم لا تجيبون سني من محافظاتنا، الله يستر عليكم، مو ما يقبلون جماعتك، ما يقبلون، هاي شون مشكلة؟ مو جماعتي يعني، أنت ما تقبلون، لا جماعة المجتمعية الغربية ما تقبل، ما ضعيف، لا يمت ما تريدون اطلعوا. ليش محمد الحلبوسي ضعيف مثلا؟ منو محمد الحلبوسي؟ طبعاً، والله شنو؟ محمد الحلبوسي ضعيف، يمتى بردون بلا هاي القصور اللي ذكرتها كلها، لا بلا ما رئيس برلمان، لا بلا ضعيف، لا شنو، لا ما رئيس البرلمان، لا ليش ما سحبوه على التحقيق على مود التزوير، لانه عنده منصب رئيس برلمان، هسه طلع منه، هسه شوف شو راح يسحبوه على التحقيق مال التزوير، فكيف ما رئيس برلمان يسحبوا السيادات بعد، لو يقولوا لي يابا كنت بعث انت رئيس اتحاد العراق وك صدام حسين، زين اشكرك، هذا اللي عاد اقول، اشكرك، جيبونا من الوسط والجنوب، الله يستر عليكم، خلونا تمام بامان وباستقرار. شكرا استاذ مؤيد الجحيشي، شكرا استاذ كامل الكناني، شكرا لكم، حياكم الله، الاستاذ انور العلواني اللي كان ويانا وغادرنا قبل نهايه الحلقه، اشكركم مشاهدينا الكرام، في امان الله.